السلام عليكم، كيف الحال؟ كثير منا يشتكي من مشكلة الأبراج، وأن عندنا نزول في السرعة و 2G 3G 4G، والآن جايتنا 5G. هذا برنامج يا جماعة ممتاز جدا، اسمه أوبن سيجنال. تدخل على هذا البرنامج في الأندرويد، يختبر لك سرعة الاتصال. ثاني حاجة يختبر لك الآن أنت في أي، الآن أنت متصل، شوف الآن الإنترنت غير متوفر، يمكنك السرعة بعض تصحب. يعطيك في هذه الخانة بعد خلال ساعة، يعني بعد ما تبي شغالة في خلفية، بعد ساعة إن شاء الله راح يعطيك إيش أفضل. أنت في الآن في المكان هذا أفضل اتصال 3G 4G. شوف الآن مثلا اخترت أنا منطقتي، حددت منطقتي الآن مباشرة يعطيك، شوف الأخضر هذا المناطق الحمراء هنا لا تتواجد فيه الشبكة، الأخضر كله موجود فيه الشبكة. الخيار الأخير وين مكان البرج، راح تحصل رابط تحميل إن شاء الله في أسفل الفيديو، إن شاء الله راح يعجبكم.